حياكم الله من جديد. يعتبر التصوير الفوتوغرافي فن كأي فن آخر مثل الموسيقى والرسم وفنون أخرى، وفي عصرنا الحالي ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الكاميرات متوفرة بجميع الأنواع والأشكال وفي متناول الجميع وذات تقنيات عالية جدا، وأصبح الجميع في استطاعة التقاط الصورة، وقد تم الفصل بين التصوير الاحترافي وبين التصوير العادي. يسعدنا اليوم نكرر اللقاء الجميل مع المصورة لولو الخلفان حتى تكلمنا أكثر عن فن التصوير الفوتوغرافي وأسسه الصحيح. يسعد صباحك لولو. يا هلا ويا مرحبا في حياك. ان شاء الله انا وايد سعيده ان المره الثانيه تكون معي وفي بث حي ومباشر لعمليه تصوير فعليه لمصوره فوتوغرافيه محترفه ومع القهوه اللي اعشقها، يعني عرفتي شلون تنتقين. القهوه هي احلى شيء صادق، احلى شيء للتصوير واحلى شيء للشرب. بالضبط، يعني الواحد لما يشوفها شيء ترد روحه ما ادري ليش، وعندي اباجوره وعندي سوالف. نعم. يعني هذه خلينا نقول التقنيات اللي لازم تكون موجوده حتى تكتمل الصوره، فكلمينا عن اللي انت جايبته اليوم. ان شاء الله نكمل موضوع حلقه الاسبوع اللي فات لما قلنا ان الشمس هي كفيله ان هي تعطينا اضاءه حلوه. صح. للصوره، ولكن احنا اليوم راح يكون موضوعنا تفاصيل اكثر في حاله ان احنا اضطرينا ان احنا نصور في مكان مسكر، مكان ما في شمس، او يكون يومها الجو غيم. صح. مطر. في هالحاله شنو نسوي؟ احنا المصورين البديل السريع لنا هو الفلاشات. حلو. ولكن احنا اليوم موضوعنا للميزانيات البسيطه. صح. احنا لما بنطلع صوره حلوه بنفس الوقت ظروف الجو مو مساعدتنا. فشنو البديل؟ البديل السريع اللي موجود في كل بيت ونقدر من خلاله ان احنا نطلع صوره اضاءتها حلوه وجميله. حلو. كل بيت فيه اباجوره. اول شيء راح نستخدم الاباجوره واللي هو راح يكون مصدر الاضاءه الرئيسي واللي هو راح يكون بديل عن الشمس. حلو لولو، بقاطعك شوي هنا. ساعات الاضاءه او التريك اللي داخل الاباجوره يكون لونه اصفر، يكون لونه وايد ابيض، فهذا طبعا يفرق معك بالصوره. هو راح يفرق معي، ولكن هو يرد مره ثانيه للذوق. حلو. يعني انا ممكن اكون حابه صورتي تكون مايله للاصفر اضاءتها. حلو. حلو. او ممكن تكون مايله للازرق، طبعا الازرق البسيط يعني. حلو. فاجرب، أنا أجرب لغاية ما ألقى الشيء اللي يناسب ذوقي. ولكن في ملاحظة مهمة، لازم إن نهتم إنه يكون الغطاء اللي على الأباجورة مو ملون. إذا ملون لا طبعًا. طبعًا. لا. لازم يكون لونه فاتح، إيه أوف وايت أبيض. حلو. هني عشان تكون الإضاءة طبيعية. إنزين، بنصور الحين عاد بنسوي البث الحي والمباشر لعملية تصوير الفوتوغرافية طبعًا مع مصورتنا لولو، ونشوف شلون هي تصور الوجبه او الاكل اللي جايها بطريقه ما وبحرفيه معينه. خلينا نشوف. هو الحين احنا في عندنا قاعده اساسيه لازم يفهمها اي شخص يبي يصور. حلو. عندنا اول شيء بعد ما خلصنا اخترنا موضوع الصوره وخلصنا تنسيق الطبق، طبعا تنسيق المنتج راح نتكلم فيه ان شاء الله في حلقات جايه بالتفصيل. حلو. اهتمينا بالارضيه للمنتج، لازم نهتم بادق التفاصيل. حلو. خلصنا من تنسيق المنتج، يبنى الإضاءة اللي هي الإضاءة الرئيسية للصورة. حلو. نحتاج الشيء الثاني فلين أبيض، ينباع بكل مكان وبأقل التكاليف وما يكلف شيء. الفلين الأبيض شنو فائدته؟ الفلين الأبيض هو عاكس. حلو. يعكس لك الإضاءة الجاية من المصدر الرئيسي للإضاءة. إيه؟ شنو الهدف من الفلين؟ الفلين إنه هو يتحكم لك بدرجة تركيز الظل عندنا في المنتج. حلو. لو إحنا نشيل الفلين ممكن ان العين العاديه ما راح تلاحظ. صحيح. ولكن اذا كان الشخص مهتم ويبي يطلع بصوره احلى. حلو. لازم يحط شغله تعكس لنا الاضاءه بحيث ان هي تنور اماكن الشادو. هذه تقنيات جدا مهمه للي حاب يصور اكل عنده او شغله فيها تركيز كبير، ما عليه الا يتبع هذه التقنيات. ناخذ الصوره الحين ولا تالي لما نرجع للشب تاخذين صوره؟ لا الحين احنا راح ناخذ صوره، بس في نقطه اخيره اودي اقولها قبل لا ان احنا نختم. ما عندنا فلين، شنو ممكن بديل شيء ثاني؟ مثلا احنا الحين موضوعنا كله هدفنا كله نبي اشياء موجوده في البيت. حلو. مرايه. حطي مرايه راح تعكس لك الاضاءه. الاضاءه. ايه. طبعا قبل لا ان احنا نبدا نصور لازم نحرك الفلين. ونشوف انت الحين لو تلاحظين مع الإضاءة إيه راح تتغير، مو إن الظل ما يطلع، الظل موجود. أنت لو تشيلين الظل مرة واحدة الصورة راح تصير لك فلات، راح تصير كأنها تو دايمنشنز مو ثري دايمنشنز. صادق. فإحنا نتحكم، نحرك لغاية ما نشوف الوضع اللي مناسب لنا. ما عندنا فلين حطينا مراية. مراية. ونقعد نجرب لقطة لقطتين لغاية ما تضبط الإضاءة، نختار زاوية التصوير المناسبة ونصور. هذه بعض خلينا نقول الاسرار الجميله للولو الخلفان، وكانت معانا اليوم في صباح الخير الكويت. نرجع لها تالي ونشوف شلون راح تاخذ لنا اللقطه الجميله لفنيان القهوه اللي موجود مع الديكورات الجميله والرائعه.
قطعوا عليها، شوفوا شلون قاعد تصور مخرجينا. حبيت الطريقة وحبيت التكنيك اللي مستخدمته من خلال الصورة. شوفوا شلون الصورة طلعت لك. حبيت. وكأنها من أباجورة. أبداً أبداً ما شاء الله تبارك الرحمن، راح نوريكم إياها أكيد، وتالي بنرجع إن شاء الله حق لولوة ونشوف اللقطات اللي التقطتها عبر كاميرتها المميزة. فاصل صغيرون أيوب، ونروح إن شاء الله ونرجع لكم تالي، لا تبعدون.